امتلأت انهج سوق باب الجبل بصفاقس بمعروضات الادوات المدرسية، محافظ مدرسية تتراوح اسعارها من 17 دينارا فما فوق وتشكيلات كاملة من كل ما يهم التلاميذ من اقلام واغلفة بألوان زاهية ومختلفة من دينار الى ثلاث دنانير، يقف على هذه السلع اطفال صغار يديرون عمليات البيع والشراء وبعض الأولياء الذين يقتنون حاجياتهم من هنا هربا من أسعار المكتبات معتبرين أن هذه التجارة هي الملاذ الأخير للزوالي. وهناك من يتوجه إلى المكتبات رغم أسعارها الباهظة بحثا عن الجودة ديما المكتبة خير تبدأ كاليتي خير ونوعية خير أدوات الكل متوفرة سرعة الكرارس وكذا اللي هذوما ما نخدموهمش الأدوات جميعهم موجودة كل الأسعار النسبة أرخص وبالنسبه للجوده انا ما يقلقنيش بالنسبه للاقلام والكل هذوما مع معناتها حوايج الجوده نتبعها في الماكله وفي الكل حاجه لازمه فيه اغلى شويه اما مكتبه ديما خير عندنا نتاع دينار وعنا نتاع خمسة وعندنا وأنا 2000 اسعار في في متناول الجميع بالنسبه لتو ما فما حتى في خاطر لان نلقاه في النص ما في المكتبه هو فيديو احلى الكرتاب لجان اللي ياخذوها ما لقيناش السوم عادي شلون الكرتاب لأقل حاجة بخمسين وبخمسة وستين ما قدرناش باش ناخذوها نوليو نأخذوا تاع عشرين منصبو من هنا بقابلنا خير. خلي عدد باش المكتب توا خلط الكرطابة والطابلية والادوات وسيكورته المكتب بنينش يجيب نحطو يخدم حتى بخمسة عشر ما يوصلش راهو ثلاثة خشاشر ما نجمش يوصلها في المكتبة خير خاطر ديما في المكتبة أحسن في النصبة في سميت كسر ولا أي حاجة نعملوا كومباريزون احنا بالنصبة ديما أرفق شوية. ارفق <applause> من المكتبة هذه الأدوات مصممة بطريقة تشد إليها الأنظار وتتضمن ألوانا زاهية تحتوي رسوما وصورا متعددة لذلك سرعان ما يعجب بها الأطفال ويفضلونها على المواد المحلية فالسوق الموازية تحولت اليوم في تونس إلى ملاذ للفقراء وضعاف الحال وتوفر مورد رزق للكثير من الشباب لكن هذه السلع المجهولة المصدر والمعروضة بنقاط البيع الفوضوية لها أخطار على صحة التلاميذ بالنسبة لهذه الأدوات التي تباع في الأسواق مش مش في الأسواق الموزعة مش في المكتبات العم المكتبات الصناعة هذه من بما أن ما من نعرفوش منين جات المواد هذه معناتها المصنوعات هذه تنجم تحتوي على مواد مضره للاطفال نتاعنا خاطر نجم فيها برشا مواد حافظه ومواد معناتها ملونه معناتها لي كولورون ولي بعض منها حتى مواد سامه سلعه فيها تونسيه فيها نتاع الصين فيها نتاع ليبيا سلعة فيها كل جميعهم الحمد لله المواطن ولا يفرق يعني تقريبا ولا يفرق يعرف ما بين السلعه التونسيه ويعرف اللي السلعه اللي جايه من برا لكن ديما ما نقولش يحصل اما يغلط نجم تتسبب في حساسيه معناتها حساسيه في اليدين خاصه للاطفال اللي عندهم ارضيه الحساسيه أه وتنجم معناتها على المدى البعيد تنجم هذه المواد تسبب في امراض اللي معناتها ما تنجم على مدى بعيد نجم حتى تتسبب في أمراض سرطان جلد وعلى على مدى بعيد مشهد يتكرر كل سنة وتتكرر معه كل التفاصيل ازدحام على باعة الأرصفة وشكاوي تتصاعد من هنا وهناك تجعلك تتساءل عما بقي للتجارة المنظمة في ظل تنامي التجارة الموازية فكثير من الكتبيين الذين اضطروا للتخفيضات لحماية مهنتهم حتى يستمر نشاطهم عملنا اجتماع يوم 12 أوت الماضي بالإخوان الكتبيين الكل حسسنا الإخوان باش يضطروا باش يعملوا تخفيضات اعتبارا من غير سبتمبر هدايا الشهر هذا نعملوا تخفيضات تشجيعا معنا في باستثناء الكتاب المدرسي والكراس المدعوم نعملوا تخفيضات تتراوح بين الخمسه والعشره في انخفاض بعشره في على كل مواد نقول لك سوال الفرنيتور كامله و5% على الكراس المدعم ولا الكتب المدعمه. اعتقد ان الاخوان الكتبيين الكل مضطرين باش يعملوا التخفيضات هذه باش يجمعوا يزاحموا المساحات العامة والمغازات العامة والتجارة معناها الموازية اللي متوفر اللي متواجدة سواء كان في باب الجبلي سواء كان في محطات الحافلات سواء كان في سوق ليبيا سواء كان في المز... في المغازات العامة. قطاع الموازية موجود في الميدان الكل معناها في الميدان القطبي في ميدان الملابس ميدان الاحذية كل موجود في كل بقعة معناها الحكومة لازم تصد الواجهة هذه الظاهرة هذه وتقضي عليها هو خاطر احنا عندنا اصحاب بطن ديات ونخلصوا الجي بي كل شيء ماذا بينا تنقص ولا تنحى كريمه وتقعد كل الامور منظمه معناها قطاع منظم ننصح الاولياء انهم يقتنوا الادوات من المكتبات ومش من هذوم الاسواق الموازيه اولا حتى حتى الكاليتي نتاع الادوات خير في المكتبات وثانيا لصحه الاطفال نتاعهم تمثل العوده المدرسيه حدثا تعيش على وقعه بلادنا من شمالها الى جنوبها ويبقى فيها المواطن بين سندان السوق الموازيه ومطرقه المكاتب